السلام عليكم. هذه إقامة نور الهدى 147 مسكن، وكاين ثلاثة باطيمات، كاين دروج كما ترون أمام السيارة، اثنين انطابط للدوزيام باطيمون من هنا، وتنجم تكمل حتى تقابلك من هيه ريزيدونس حانا، تنجم تكمل وتهبط أدروات. أدروات تلقى باطيمة دي، وباطيمة تروا كاين سلالم كيف من كما اللي نعرفهم الاولين. الاولين السلالم هذوك جايين جايين يهبطوا، هذوك يهبطوا للدوزيام، وبعد تلقى باركينغ، وبعد تزيد تهبط واحد اخرين تهبط حتى للتروازيام. التروازيام باطيمون مطروح، ثلاث باطيمات جايين بالعرض كما راكم تشوفوا. مازال شويه اشغال فقط الطريق الارضيه كما ترون. فوالا، حي هادئ وجميل. سيارات أمامك.